واحد بيقول لماذا قال السيد المسيح لبعض الناس اللي بيعمل معهم معجزة اذهب اري نفسك الكاهن؟ ماذا يعني من الكاهن؟ هو في ايدي قال لشخص عنده برص، لان وصايا الكتاب ان لما يكون في برص ويشفى واحد منه يعرض نفسه على الكاهن عشان يتأكد من شفائه، اذا كان في ذبيحة يقول له عليه.